مئات السنين كان الناس يتخيلون أن الأرض مسطحة، وقد تم معرفة شكلها الحقيقي من وسائل التحكم. كوكبنا كروي الشكل، ولكنه ليس كرويا تماما مع ذلك، فشكله بيضاوي قليلا عند القطبين وبارز وقت الاستواء. هذا الشكل للأرض رقم جيوش كشف فقط في القرون القليلة الماضية. شكل الأرض الفريد قد وصف في تلك الآيات. والأرض بعدها في السابقة استوت كلمة دحاها في النص الأصلي. اختيار هذه الأرض مدهش ومدهد. كلمة دحا من كلمة دحا العربية وهي تصف. على سبيل المثال الكلمات المستمدة من هذا الأصل تستخدم أيضا للمكان الذي تضع بعضها في نفسه. وفي الحقيقة الأرض ذكرنا بالبيضة، ويعرف شكل الأرض الكروي والمسطح قليلا باسم جيو. استخدام كلمة دحاها جعل كلمة أعطاه سبحانه للأرض. وليس هناك شك أن هذا الاهتمام الموجه في القرآن الكريم إلى تلك الحقائق وفي تلك الفترة كانت معرفة الخاصة بالكون جيدة للغاية هو دليل ساطع على أنه كلام الله عز وجل.